السلام عليكم. طلبت عدة صفحات نشطة على الفيسبوك من الجزائريين الدعاء للصحفي الرياضي حمزة بركاوي بالشفاء العاجل. وقالت عدة صفحات نشطة على الفيسبوك أن الصحفي بركاوي دخل غرفة الإنعاش وهو الآن في غيبوبة بسبب إصابته بداء الملاريا. وقال مقرب منها أن مفعول الدواء هو من يؤثر عليه وليس الداء ذاتها، ولا داعي لتضخيم الأمور، كما أن وضعية حمزة التنفسية مستقرة وجهاز الأكسجين يشير إلى درجة المياه وهو مؤشر ممتاز، وحالته أفضل بقليل من الأيام الماضية، وتم التجاوب مع نداءات الأطباء، خاصة أن حمزة لا يتجاوب حاليا إلا مع الدواء والزيارات لا تنفع إطلاقا، وما يحتاجه هو الدعاء. حمزة يخضع لعلاج مكثف وهو ما يجعله بعيدا عن التفاعل مع محيطه ومع عائلتها، وهو تقريبا في شبه غيبوبة لثالث يوم.